اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن علم الطاقه وحياتنا وتاثير علم الطاقه على حياتنا، وهل في حاجات ممكن نخلي بالنا منها ونركز عليها وفجاه نلاقي حياتنا اتغيرت للافضل والاحسن بسبب تاثيرات علم الطاقه ولا لا. اول حاجه قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه وبلد إيه من بلد ايه، والنهارده اللايف ده عن علم الطاقه وعن قانون الجذب وعن التخاطر الروحي. قولوا لي بتحبوا الفيديوهات المتاخره ولا لا، مين كائن ليلي زي، عشان انا كائن ليلي يا جماعه، يعني انا ما بحبش الصبح، ما بحبش النهار، ما بحبش الشمس، انا بحب القمر، بحب النجوم، بحب الليل، انا بتوع الليل واخره. اسامه منير تان تان تان. طيب خلونا نتكلم عن علم الطاقه. عايزه اقول بس شويه حاجات يا جماعه، ان في ناس كتيره قوي تدعي ان علم الطاقه حرام، وان قانون الجذب حرام، وان ده بدعه، وان ده سحر وشعوذه، وان مفيش حاجه في الدين. بس عايزه اقول لكم ان ايام الصحابه انا اتذكر كان في غزوه من الغزوات، اعتقد احد الصحابه لقى ان المسلمين طاقتهم منخفضه، او لقى ان هم ما عندهمش عزيمه على الفوز بالغزوه، او ان هم قلقانين او هم خايفين، فقام قاعد يمشي بين الناس ويقول فتحت فارس، صح ولا لا؟ في انا هتاكد بس عشان انا يعني ايه مش فاكره بالظبط. فيعني قال لكم، قال للناس فتحت فارس. فتحت فارس ده يعني كان بيقول خلاص، يعني كان الحاجه حصلت، فتفائلوا بالخير تجدوه، وانا عندي حسن ظن عبد لي بيه. فقبل ما يخترعوا علم الطاقه، فالرسول عليه الصلاه والسلام كان بيحث على الطاقه الايجابيه، وكمان في القران وفي الاديان السماويه كلها بتدعو الى التفاؤل، وان انت تفكر في المستقبل ان هو بوزيتيف، او ان انت تتخيل الحاجه عشان تخسر. ما اقولك فتحت فارس وهم لسه ما دخلوش الغزوه، علشان يدي الناس الطاقه ان فارس هتفتح وان هم هينتصروا في الغزوه دي. تذكروا بقى معايا الغزوه دي، انا هدور عليها وهتكلم عنها بالتفاصيل. طيب انا بقى عايز احكي لكم على قصص كتيره قوي قوي جات لي. مثلا من احد مشاهداتي كان في سيشن بيني وبينها، كانت بتقول لي انا كنت بفتكر ان علم الطاقه ده هزار، وان انتوا بتهزروا وبتضحكوا علينا. فبتقولي ان انا كان عندي وظيفه، الوظيفه دي انا كنت مشيت منها، وانا يعني هم مشوني من الشغل، مشوني من الشغل بسبب مشكله حصلت مع مانجر بتاعتي، والمانجر بتاعتي كانت بتكرهني. يعني انا كنت مستريحه ومبسوطه في الشغلانه دي، وكان مرتبي كويس، وكانت شغلانه مريحه فيها، وانا كنت ببسط فيها جدا. انا عايزه بس اشكر مشاهدتي دي، هي من دوله الامارات الحبيبه، واسمها بتول، اوكي، وهي اماراتيه يعني. فاهلا باهل الامارات، وثانكيو لدعم الامارات ليا. يا رب انا بحب الامارات، وبحب الشيخ زايد، وبحب دوله الامارات العربيه الشقيقه يعني. فبتقول لي يعني ان هي كانت بتشتغل في شركه كبيره، والشركه كانت بوزيشن بتاعها حلو، كانت بتاخد مرتب حلو جدا، الا ان مديرتها اتخانقت معاها وحصل سوء تفاهم، فيعني هي قررت ترفدها. فكانت بتقول لي يا رشا، عملنا سيشن ان هي كانت عايزه ان هي يعني حد بيقول اللهم يحفظ فلسطين، امين يا رب العالمين، وانصرهم يا رب. فكانت بتتكلم ان يعني ان عايزه تعمل جلسه تخاطر روحي، انها ترجع للشغلانه بتاعتها من غير ما تحصل مشكله، وان مديرتها ما تبقاش معاها، وان هي ترجع لنفس الشغلانه بتاعتها، عشان هي كان مرتبها كويس، وكانت سعيده ومبسوطه ومستريحه في الشغلانه. كانت تقول لي رشا، هل انا ممكن اعمل كده؟ قلت لها يس. قالت لي طيب هنعمل ايه؟ فعملنا يعني جلسه كده، كانت 20 دقيقه بس. انا هقول لكم ايه الفحوه بتاعتها. انا قلت لها كل يوم تخيلي اعملي التمرين ده، اقعدي في مكان ضلمه، اقعدي في مكان، اعملي ريلاكسيشن، اعملي تمرينات النفس اللي هو الشهيق والزفير، وتخيلي كده غمضي عينك واعملي موفي في دماغك، تخيلي ان انت رايحه الشغل ولابسه شنطتك وبتركني في الباركينج اللي كنت بتركني فيه، وان انت داخله بتدوسي على الاسانسير، تخيلي كانك انت بتتخيلي بعينك، انت ماشيه بعينك، انت مش شايفه نفسك، لا انت شايفه المنظر اللي انت وانت ماشيه فيه، انت فاهمه؟ وان انت سايقه عربيتك وركنتي وطالعه بالاسانسير وبتسلمي على الناس، وداخله مكتبك وحطيتي شنطتك وفتحتي الدرج بتاعك بالمفتاح، تخليني حطيتي اللابتوب وحطيتيه في الدوك ستيشن، عملتي لوج ان للسيستم ودخلتي الباسورد بتاعتك، او ممكن تتخيلي باسورد جديده، وتخيلي انت دخلتي على السيستم وبدات تشتغلي شغلك وبتقابلي اصحابك وبتسلمي عليهم، وان كان ده يومك العادي. قعدت تقول لي ايه ده، يعني حاسه ان الموضوع بعيد يعني. فالمهم ان هي قلت لها اعمليه، وانت عندك يقين وايمان ان انت ترجعي تشتغلي في الشغلانه بتاعتك، بل في بوزيشن احسن، وهتتبسطي. المهم عملت السيشن دي، كان تقريبا في شهر 8، لقيتها بعتالي تقول لي كونجراتيوليت، وعطت لي هديه على فكره، عايزه بجد ثانك يو فور ذا جيفت، اي اوريدي ريسيفد ات من دي اتش ال، شكرا بجد. انا عايزه اقول لكم ان هي البنت رجعت الشغل تاني، ومديرتها اتنقلت كمان لمكان تاني،
يعني مديرتها اتنقلت من دبي تقريبا، راحت مكان تاني، او في هي اللي طلبت نقلها المكان تاني، البلد بتاعتها، الهوم تاون بتاعتها، وان هي مسكت البوزيشن بتاع مديرتها وهم اللي كلموها. يعني هي اترقت ورجعت الشغل، ومديرتها اللي كانت دايما مرخمه عليها مشت، عشان هي كان عندها حسن الظن بالله، علشان هي كانت متاكده وعندها يقين وايمان ان هي ترجع الشغل. فيا جماعه انا بس بديكم مثال حي ان لا يوجد مستحيل في هذه الحياه، مفيش مستحيل. انا لولا ان انا بحب البرايفسي بتاعت المشاهدين بتوعي كنت سمعتكم الفويس نوت بتاعتها. يعني اكيد انا في عندي ناس، لان احنا دايما عاده بنبقى تواصل في البرايفت سيشن عن طريق الانستجرام، مكالمه هاتفيه عن طريق الانستجرام. فهي البنت بتقولي انا عمري ما صدقت. ليه؟ عشان انا هي كان عندها بتدعي ربنا وبتصلي وبتستغفر، وقلت لها حاجات كده زي اذكار الصباح والمساء. يا جماعه الاستغفار فيه بركه غريبه، لما تقعد تستغفر ربنا كتير وتعمل التمارين قانون الجذب هتقدر تجذب الماجيك لحياتك، تقدر تجذب سحر. عارفين السحر كده؟ ولا سحر ولا شعوذه، تقدر تجذب وظيفه، تقدر تجذب حبيب، تقدري تجذبي جوزك السابق، تقدري تجذبي اي شخص في الدنيا، تقدري تجذبي حب حياتك، تقدري تجذبي عربيه، بيت، اي حاجه، اي حاجه. جست خلي عندك حسن الظن في ربنا، اللي انت عايزه هيحصل. انت مش عارف هيحصل ازاي، مش مشكلتك هي تحصل ازاي، بس كده كده هيحصل. في حد بيقعد يقولي انا في السيشنز يا جماعه بتاعت اللو اوف اتراكشن، في ناس تيجي تقولي اصل استحاله. انت طالما انت شايف انها استحاله، استحاله هتحصل فعلا. اما لو قلت ان شاء الله هتحصل، هتحصل. لو قلت انا متاكد انها تحصل، هتحصل. انت لما تقولي استحاله يبقى استحاله، اذا كده انت شخصيا مقتنع انها استحاله. فلا يوجد مستحيل مع قانون الجزم واراده ربنا سبحانه وتعالى. يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل، ربنا قادر ان هو يغير كل الاقدار لصالحك، بس تاكد. فلازم عندك ايمان وحسن يقين، ويبقى عندك طاقه ايجابيه، وانت متاكد اللي انت عايزه كده كده هيحصل. انت مش عارف هيحصل ازاي، بس كده كده هيحصل. كده كده اللي انت عايزه هيتحول الى حقيقه، خلاص لا محال. طب يا رشا انا سبت جوزي وجوزي بقى بيحب واحده تانية وممكن يتجوزها، اعملي له في التراكشن، انتوا نايمين مع بعض، نايمين في السرير كده مبسوطين، عمالين ترغوا ده فلان عمل، ده فلان سوري يعني في الكلمه اللي قلتها، فلان عمل، فلان سوى، ان انتوا صاحيين بالصح والولاد بتجروا بسرعه. ايماجن مفيش حاجه اسمها مستحيل في هذه الحياه، الا ان شخص شوف يعني ميت يرجع تاني يعيش غير سيدنا عيسى عليه السلام، لان هو رفع ولم يعني هو ماتش، هو رفع للسماء. فاي حاجه تانية ممكن تحصل، اي حاجه تانية ربنا ممكن it happens يا جماعه. فبس كل اللي عليك ان انت تيماجن وتتخيل وتحسن الظن في ربنا، وتبقى متاكد وعندك يقين وايمان اللي انت عايزه هيحصل او كانه حصل. وتخيل الحاجه، ولازم تانفولف مشاعرك، لازم تحس ان انت مبسوط او فرحان او سعيد ان اللي انت بتحلم بيه او اللي انت بتتمناه هيحصل. جربوا يا جماعه الكلام ده، جربوا ان انتوا تكونوا متفائلين ناحيه احلامكم او ناحيه طموحاتكم، جربوها في حاجات صغيره، بعد كده ابداوا بحاجات جرادولي. يعني مش لازم تبتديها بحاجه كبيره، ابتدي بحاجه صغيره يوميه كده. يعني النهارده يومي هيبقى حلو، النهارده هخلص مشاويري كلها اون تايم. ابتديها كده اللي هو ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، وشوفوا قد ايه هيحصل ماجيك في حياتكم، قد ايه الموضوع هيبقى مبهر لدرجه ان انت هتفضل تتنح كده قدام قدره ربنا سبحانه وتعالى. لو اوف اتراكشن ما هو الا حسن الظن في ربنا، ان انت بتحسن الظن في ربنا وربنا بيجازيك يعني باللي انت عايزه. بشكركم، بحبكم جدا جدا. قولوا لي بقى قصصكم مع قانون الجذب، لان انا متاكده ان كل واحد فيكم عنده قصه حصلت له في حياته. انا بشكر بتول بجد على الهديه اللي بعتتها لي، وبشكركم بجد على ثقتكم فيا. وزي ما قلنا ان احنا بنعمل سيشنز لجذب اي حاجه انت عايزها، بتكون سيشن عباره عن تلت ساعه، بتكون مكالمه صوتيه عن طريق الانستجرام. فممكن بنعمل يا جماعه في سيشن عاديه وفي سيشن في اي بي. لحجز السيشن بليز ابعته على الايميل. وبليز يا جماعه، بليز يا جماعه، احسنوا الظن بالله، تفائلوا بالخير تجدوه، خلوا عندكم طاقه ايجابيه. اصحى الصبح كده ادي لنفسك توكيدات ايجابيه، قول النهارده يومي حلو، انا سعيد، انا مبسوط، النهارده هحقق كل حاجه نفسي فيها، النهارده هوصل لكل حاجه نفسي فيها، انا ناجح، انا شاطر، انا سعيد، انا راضي، انا I'm happy يعني انا سعيد، انا راضي، انا راضي، انا بوصل اللي انا عايزه، انا بحقق اللي انا عايزه. هتلاقوا فيه ماجيك بيحصل. ودايما قول الحاجه اللي انت عايزها في زمن المضارع، اكتبها في زمن المضارع. لو الحمد لله انا اشتريت الفيلا اللي بحلم بيها، الحمد لله انا
ارتبطت بالشخص اللي انا بحبه، الحمد لله انا سعيده في حياتي الزوجيه، الحمد لله انا وجدت حب حياتي وحب عمري. imagine دي كلمه السر. تخيل وهتحصل معجزات لدرجه انت هتقف عاجز قدام قدره ربنا سبحانه وتعالى. I love you، بحبكم، باي، مع السلامه. واعملوا منشن كتير وشير كتير، وعشان الفيديو يوصل اكبر عدد متابعين. لو لسه ما اشتركتوش في القناه بليز تشتركوا. Thank you، باي.